يعني في موضوع كده، يعني انه اكيد انه في ناس كتير جدا بتحب الصور السيلفي لدرجه الهوس. نقدر نقول انه ما فيش مره يمكن الشخص بيقرر ان هو يتصور الا ولازم في لقطتين ثلاثه كده سيلفي. ده مهم للناس اللي هي عشاق التصوير، ومش كل الناس بتحب ده على فكره. في ناس بتتكسف ان هي تتصور. مهم ان في دراسه جديده قالت ان الشخص بيحس ان الصوره بقت عميقه اكتر لما بياخد سيلفي، لان هو بيبقى عاوز او قاصد يسجل لحظه معينه بانطباع معين على وشه، بنظره معينه، بيوجه رساله معينه لناس معينه مش عارفين. ولا بس عميقه ولا وبحس ان انا مناخيري بتطلع قد كده في السيلفي، وحاجه اختراع مطين الطين من ساعه ما اخترعوا صور السيلفي دي وبننسى الموقف والمناسبه الحلوه اللي احنا فيها وقاعدين مركزين في الصوره ومين اللي طالع ومين اللي مش طالع، بوظوا لنا المشاعر. هو بيبقى حلو في لحظه ان انت عايزه تاخدي صوره مع حد من اهلك وكده او مجموعه كبيره، بس مفيش حد يصور دايما بيبقى يعني لوحده من غير فلتر. ان انا بقى عندي فوبيا ان انا اصور نفسي سيلفي، انا بسميها سيلفش. طب بذمتك يعني فيها بس في ناس قالت ان الشخص ده بيبقى مغرور ونرجسي، بس انا مش شايفاها كده مغرور خالص. انا يعني مش كل اللي لما بتجربوا تصوروا سيلفي من غير فلتر بتلاقوا ملامحكم هي اللي في المرايه اللي انتوا شايفينها؟ لا طبعا، في لولا يعني برضو حد يصورنا يا جماعه زي زمان كده وصوره وما نتصورش اصلا. انا ما بحبش اتصور حقيقي. لا يعني اتصور، يعني ما عنديش حب وهوايه التصوير طول الوقت يعني لنفسي، بس اتصور مع الناس جدا ومبسوطه جدا، بس ان انا اقعد اصور نفسي في كل لحظه دي نفسي يبقى عندي الحكايه دي. كان زماني عندي ملايين مميز. يعني انا مثلا لو انا في مكان مش كل يوم هروحه ومكان ده فعلا عايزه افتكره وعايزه اتفرج على الصوره، كمكان اشخاص مثلا قابلت سيلبرتي نجم كبير بحبه بالزبط. حاجات كده للذكرى مع اولادك كمان برضه ميموريز حلوه. طبعا اوكي.